both of the wrist, nil elbow, the wrist joint. It pass, it possesses two bones, the forearm, the radius laterally and the ulna medially. These two bones connected together by interosseous membrane. This membrane allow the movement of the forearm, what is called the pronation and supination. while the two bones are connected together, also it while give pronation and supination, as we say, also it gives the origin for the deep muscles. هاي الانتروسيس ممبرين والراديوس والألنة تعطي الأوريجين for all muscles of the forearm. هاي مثل ما نشوف هذا الانتروسيس ممبرين. زين. نقسم الفورارم إلى compartments. زين. شلون التقسيم مال الكومبارتمنتس اوف ذا فور ارم؟ باي ذا انتروسيس ممبرين اللي ذات كونكتد ذا راديوس اند اولنا اند باي ذا ديب فاشيا اوف ذا فور ارم. ديب فاشيا اوف ذا فور ارم اتاش تو ذا بوستيريور بوردر اوف ذا اولنا، مثل ما تشوفون هنا بالصوره اتاش تو ذا بوستيريور بوردر اوف ذا اولنا. هاي كلها الزرق، هذا اللون الازرق كله ديب فاشيا اوف ذا فور ارم، فكونكتد تو ذا بوستيريور بوردر اوف ذا اولنا والانتروسيس ممبرين، وهاي الانتيرير انتر مسكولر العفو اللاترال انتر مسكولر سبتم يجي من الديب فاشيا، من الديب سيرفيس اوف ذا ديب فاشيا كونكتد تو ذا انتيرير بوردر اوف ذا راديوس. راح يقسم لنا الفور ارم الى ثري تو كومبارتمنتس، الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت. الانتيرير كومبارتمنت حقيقه هي هاي المنطقه اللي بين اللاترال انترمسكولار سبتم اللي جاي من الديب سيرفيس اوف ذا ديب فاشيا للراديوس والالنا تو ذا اولنا. زين، هاي الانتيرير كومبارتمنتس اللي هي الفلكسر كومبارتمنتس. البوستيرير كومبارتمنتس اللي تيجي بوستيرير تو ذا انترمسكولار سبتم، بوستيريرلي بوستيرير تو ذا راديوس والالنا. هاي البوستيرير حقيقه بعض الكتب يسموها البوسترو لاترال، بوسترو هاي اللاترال وهاي البوستيرير كومبارتمنت. زين، هاي تقسيمات الكومبارتمنتس اوف ذا فور ارم. هسه نجي للانتيرير كومبارتمنتس. للانتيرير كومبارتمنت نرجع للصوره الاولى اللي هي هاي. هسه راح نحكي عن المسلز والنيرفز والفازلز اللي موجوده بالانتيرير كومبارتمنت. بالنسبه للمسلز الموجوده بهاي المنطقه بالانتيرير كومبارتمنت نقسمها الى 3 layers: superficial layer والintermediate layer of muscles and deep layer. هاي المسلز مال الانتيرير كومبارتمنت act on the elbow joint and the wrist joint and those of the fingers، يعني يسوي لنا flexion للالبو والريست والjoints مال الفينجرز. It forms of fleshy masses in the proximal part and become tendinous in the distal part of the forearm. زين، يعني سوي لنا فد بلك at the proximal part of the forearm وبعدين تبدي tendinous at the distal part of the forearm. The superficial muscles of this compartment اللي هي البرونيتر arteries، مثل ما تشوفون هسه هاي الايد هنا شلون مخليها هاي الصوره، تخلوها هيك ايدكم على هالطريقه هاي. الاندكس يشير لكم للبرونيتر arteries والفلكسر كاربي رادياليس للميدل فينجر، العفو الرينج فينجر والميدل فينجر والرينج فينجر يمثل لنا البالمارس لونجس والفلكسر كاربي اولناريس ليتل فينجر تو ذا ميديال سايد. هاي سوبرفيشال. الانترميديت لاير، الانترميديت يعني جوا هذين المسلز اكو اذر مسل اللي هي لارج فليشي مسل نسميها الفلكسر ديجيتورم سوبرفيشاليس. الديب ماسلز اللي هن جوا الفلكسر ديجيتورم سوبرفيشاليس هي الفلكسر ديجيتورم بروفندس والفلكسر بوليسز لونجس والبرونيتر كوادريتس. هسه نجي عليهن وحده وحده. بالنسبه للسوبرفيشال فلكسرز ماسلز، they arise more or less from the common flexor origin from اللي هو from the front of the medial epicondyle. هذا الميديال epicondyle، زين عيني، هذا الميديال ايبيكوندايل اللي موجود بالهيومرس، البون اوف ذا هيومرس. هذا المكان يكون يسوي لنا فد مكان للاوريجن
of all the superficial layers of the flexor compartment اللي حكيناها قبل شوية اللي هي البرونيتر والفلكسر كاربي رادياليس والبالمارس لونجس والفلكسر كاربي أورناريس. هذا المكان نسميه الكومن فلكسر أوريجين. All of these muscles they supply by the median nerve except one اللي هي الفلكسر كاربي أورناريس supply by the ulnar nerve except هاي المسل supply by the ulnar nerve ليه؟ لأن جهة الulnar nerve. All of these muscles they cross the wrist joint except one اللي هي البرونيتر تيريز. هاي المعلومات خلوها ببالكم، يعني مثلا احتمال تجيكم MCQ. All the muscles of the superficial layers of the flexor compartments cross the wrist joint. مثلا نقول except الفلكسر كاربي ulnaris. فتجيكم احتمال MCQ هاي، فخلوها ببالكم انه all the rest muscles except one the pronator tris does not cross the wrist joint. هاي شوفون هاي الدائرة هي هاي ال common flexor origin of all the superficial muscles. هنا ال insertion of this superficial layers of the flexor compartment. نجي أولا للبرونيتر تريز الانسيرشن مالته to the middle of a lateral surface of the radius مثل ما تشوفون بالصورة اللي جواها. الاكشن مالتها سوينا pronation and deflection of the wrist of the radio ulnar joint والفلكشن at the wrist joint. والفلكسر كاربي رادياليس الانسيرشن مالته to the base of the second metacarpal bone. الاكشن مالته هي flexion and abduction of the hand. البالمارس لونجاس الانسيرشن مالته to the flexor retinaculum on the palmaris aponeurosis. الاكشن مالته flexes of the hand tightness the palmar aponeurosis. هذا مصطلح البالمار aponeurosis هسه نجي ناخذه بالهاند ان شاء الله، فلا تستعجلون. زين الفلكسر كاربي أولناريس اللي هي other superficial muscle of the superficial layer of the flexor compartments. The insertion مالته to the pisiform hook of the hamate with fifth metacarpal. The action, flexion, abduction of the hand. The flexor digitorum superficialis. The origin, the insertion, the action. هاي مثل ما موجودة عندكم، ما راح أحكيها أتطرق لها، واضحة عندكم بالمحاضرة. نجي للديب فلكسرز. الديب فلكسرز ممكن نقسمها بهالطريقة هاي، أنه one above the ulna اللي هي الفلكسر ديجيتورم الفلكسر ديجيتورم بروفاندس and one above the radius. يعني شنو نقصد one above the ulna؟ يعني تاخذ بس من الulna، تاخذ من الulna. زين عيني هاي فلكسر ديجيتورم وال one above the radius يعني تاخذ الاوريجن مالتها من الراديوس and one above the two bones اللي هي pronator teres تاخذ الاوريجن والانسرشن الاوريجن مالتها من الاولنا والانسرشن مالتها to the radius. هذا تلخيص سريع لكم للاوريجن والانسرشن of these muscles. هاي مثل ما جاي تشوفون بالصوره شلون جاي اشرهن. زين الانسيرشن والاكشن مالتهن هاي عليكم شوفوها انتو، والنيرف سبلاي عرفتو. عندنا موضوع اسمه سوبينيشن اند برونيشن. شنو معنى السوبينيشن والبرونيشن؟ سوبينيشن والبرونيشن هو اوكر ان ذا سوبيريور اند انفيريور راديو اولنر جوينتس. السوبيريور والانفيريور راديو اولنر جوينتس، فهذني الحركه ما بيناتهن سوينا السوبينيشن. السوبينيشن السوب، سوب يعني شلون اكله الشوربه، شوربه وين تخليها؟ بماعون. سوب. برونيشن لا تقلبه للسوب هيك. برونيشن سوبينيشن هذني يصيرن at the superior and inferior radio ulnar joints. المسلز اللي سوينا حركه السوبينيشن هاي اللي هن البايسبس بريكياي والسوبينيتر مسل، والمسلز اللي سوينا البرونيشن هي البرونيتر تريز اند برونيتر كوادريتس. هنا ملاحظه نوت ملاحظه انه البريكيو رادياليس put the arm in a mid prone position. خلوا بالكم هالشيء هذا. زين هسه نجي للبلاد فيزلز اوف ذا فلكسر جروب. البلاد فيزلز اللارجست ارتري ان ذا فور ارم ار ان ذا انتيريور كومبارتمنت. They pass distally to supply the hand and give rise to the vessels that supply the posterior compartment ايضا. شنو ان هذن اللارج ارتريز؟ اللارج ارتريز انه معنى الكلام هذا انه البريكيال ارتري
مثل ما تتذكرون بالارم البريكيال ارتري at the level of the neck of the radius راح ينقسم الى two terminal branches اللي بالcubital fossa radial artery at the level of the neck of the radius in the cubital fossa ينقسم الى two large arteries اللي هي الراديال ارتري والulnar artery. نيجي للراديال ارتري الكورس of the radial artery in the forearm. هذا لا تخافون منه الحكي كله هذا هسه يعني انه الراديال ارتري مثل ما قلنا يبدي بالكيوبيتال فوسا at the level of the neck of the radius ينقسم البريكال ارتري into radial و الراديال جهه الراديوس البون اوف ذا راديوس والاولنر جهه الاولنا بون. الراديال ارتري هو السمولر برانش اوف ذا بريكال ارتري والاولنر ارتري از ذا لارجر برانش. زين عيني الديسنس الراديال ارتري ديسنس ان ذا لاترال بارت اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم تقريبا ات ذا لوور اند اوف ذا راديوس يعني قريب نهايه الراديوس بالديستال بارت اوف ذا راديوس ات ليفز ذا فرونت اوف ذا فور ارم اند تيرنز باك اراوند ذا لاترال بوردر اوف ذا ريست بيلو ذا ستايلود بروسيس اوف ذا راديوس اند انتر ذا اناتوميكال سناف بوكس. شنو معنى هذا الحكي؟ الراديال ارتري من يوصل الديستال بارت of the radius يعني others joint راح يسوي turning around the radius تقريبا below the styloid process يدخل اكو منطقه بالهاند هسه نجيها من ناقض الهاند نسميها السناف بوك اللي هي هاي. ليش سموها هاي السناف بوك؟ ذولا اهل المخدرات يخلون ماده التخدير هنا عليها ويشفطوها هاي ماده التخدير مواد هاي الهيروين هاي ذولا اهل الادكتس زين عيني فسموها سناف بوك يعني الشفط منطقه الشفط. Where the pulsation can be felt هنا منطقه السناف بوكس تقدر تتحسس الراديال ارتري إضافة إلى هاي بالمنطقة منطقة الديستال بارت اوف ذا راديوس ندوس على الراديال لأن الراديال ارتري ذا ديستال بارت اوف ذا راديوس يكون على البون مباشرة ويفصل عن الانتريرلي فصله بس السكن والسوبرفيشال فيشيا فنقدر نتحسس البلسيشن اوف ذا راديال ارتري ات ذيس تو بوزيشن جاست ديب تو ذا بريكوراديالس مسل قريب البريكوراديالس in the proximal half of the forearm medial to the superbranch of the radial nerve in the middle third of the forearm medial to the tendon of the brachioradialis and covered only by the deep fascia superficial fascia skin in the distal part. هذا الحكي اللي حكينا قريب الديستال بارت مال الفور ارم يكون الراديال ارتري medial to the radial nerve الراديال نيرف lateral والراديال ارتري يكون medial فهنا بهاي المنطقة يكون جو التندن مال البريكوراديالس تقريبا at the middle part of the forearm يكون جو البريكوراديالس بس من يكون more distal قريب الريست جوينت قريب الديستال بارت اوف ذا راديوس فوق الريست جوينت شويه نقدر نتحسس البلسيشن مالته لان يفصله بس السكن والسوبرفيشال فيشيا. البرانشز اوف ذا راديال ارتري اللي هن الراديال ريكرنت ارتري الكوتينس برانشز المسكولر برانشز والبالمر كالبر برانش اند ذا سوبرفيشال بالمر برانش. هنا هاي صوره كلش واضحه عندكم تشوفون الكورس اوف ذا راديال ارتري هذا جهة الراديال سايد والكورس اوف ذا اولنر ارتري كلش واضحة وحلوة هاي الصورة. هنا تشوفون الراديال ارتري شلون مسوي تيرنينج الصورة اللي جوه شلون مسوي تيرنينج اراوند ذا لور بوردر اوف ذا ستايلود بروسيس اوف ذا راديوس ويدخل الفلور اوف ذا سناف بوكس هاي السناف بوكس منطقة السناف بوكس ويروح يسوي لنا بعدين يطي الديب بالمر ارتش ويعطينا ايضا الدورزال دورزال دورزال ارتريال ارتش. الاولنر ارتري الكورس مالته بالفلكسر كومبارتمنت هذا كلش واضح عندكم بالصوره اكو هنا اعطيتكم ملخص عن الحكي هذا اللي فوق كله. الاوريجن مالته انه هو اللارجر تيرمينال برانش اوف ذا بريكال ارتري ارايزز اباوت 1 سنتيمتر بيلو ذا بنت اوف ذا البو يعني اباوت ذا ليفل اوف ذا نيك اوف ذا راديوس مثل ما قلنا. الكورس مالته بالبدايه يكون ديب تو ذا سوبرفيشال فلكسر ماسلز بالبدايه بعدين ان ذا لور
two-thirds of the forearm it lies between the flexor carpi ulnaris and the flexor digitorum superficialis. Trans along along with the, along it with the ulnar nerve medially. The ulnar nerve, شوفون الراديال نيرف جهة الراديال سايد الراديال نيرف يقول يكون لاترالي والنيرفات يعني صايرات on each side of the الارتريات للداخل internally والنيرفات laterally above the flexor retinaculum راح يعبر الراديال الأولنر artery above the flexor retinaculum زين عيني then it divides into superficial and deep branch that form the superficial and deep palmar arches. The ulnar artery is the main artery that forms the palmar arches of the hand. اللي هن deep and superficial palmar arches. The median nerve is the principal nerve of the anterior compartment of the arm. It supply all the muscles except the flexor carpi ulnaris and medial half of the flexor digitorum profundus. From the cubital fossa, it passes between the two heads of the pronator teres. هنا أول ما يطب الفلكسر كومبارتمنت الميديان نيرف يطب ما بين التو هيدز اوف ذا برونيتر تيريز هاي باس بتوين ذا تو هيدز هذا الاولنر الاولنر نيرف باس بتوين ذا تو هيدز هاي الهيد هنا مال البرونيتر السوبرفيشال هيد قاصيها ديب هيد هاي هنا موجوده فباس بتوين ذا تو هيدز هاي العباره خلوها ببالكم هاي العبارة خلوها ببالكم ليش راح يكون الميديان نيرف محصور between the two heads of the pronator teres هنا contraction استمرارية الكونتراكشن راح تسوي ضغط على هذا النيرف فممكن بالمستقبل تسوي لنا مشاكل بعدين تاخذوها ان شاء الله بالنسبة للنيرف insults مال الابر لم Then it runs, what am I pass between the two heads of the pronator teres, it runs deep to the flexor digitorum superficialis muscle. يصير جو الفلكسر digitorum superficialis. يدخل هذا هاي الفلكسر digitorum هذا الارتش مالتها, tendinous arch origin of the flexor digitorum, pass deep to the flexor digitorum, plastered deep to the flexor digitorum superficialis. من يوصل الهاند it passes deep to the flexor flexor retinaculum and enter the arm to give its nerve supply to the muscles of the flexor compartments of the forearm and to the small muscles of the hand اللي هي mainly thinner muscles and lateral two lumbrical muscles الأولنر نيرف شلون الكورس مالته بالفلكسر كومبارتمنت اوف ذا arm it enters the anterior compartment by passing posteriorly posterior to the medial epicondyle around the posterior to the medial epicondyle or around the medial epicondyle of the humerus between the humeral and ulnar heads of the flexor carpi ulnaris هاي هم خلوها ببالكم انه يدخل ما بين التو هيدز الاولنر نيرف اوف ذا فلكسر كارفي اورنارس هاي المنطقه نسميها الكيوبيتال تنل ريتيناكولم اللي يدخل بيها الاولنر نيرف هنا هم راح يصير كومبريشن على الاولنر نيرف مثل ما يصير كومبريشن على الميديان نيرف اللي يدخل الفلكسر كومبارتمنت ات سبلايز اونلي 1 اند ا هاف مسلز اللي هي مال الفلكسر كاربي اورنارس اند ذا اولنر بارت اوف ذا فلكسر ديجيتورم بروفاندس الاولنر نيرف اند ارتري ذي ار ايمرج بينيث ذا فلكسر كاربي اولنارس تندن اند بيكم سوبرفيشال جاست سوبرفيشال تو ذا ريست سوبرفيشال تو the flexor retinaculum in what it called the Guyon's canal. شنو معنى هاي العبارة the Guyon's canal. من يوصل the ulnar nerve قريب the wrist joint فوق the flexor retinaculum راح the flexor retinaculum some of its fibers will surround it the ulnar nerve بال flexor retinaculum in the at the wrist joint. فهاي surrounding of this fibrous parts of the flexor retinaculum around the nerve هنا هم راح تسوي لنا مشكله انه الاولنر نيرف will be compressed by this part of fibrous elements from the flexor retinaculum the branches of the ulnar nerve اللي هن المسكولر branches two cutaneous branches to the hand the palmar and the dorsal and articular branches to the elbow
الفينز اوف ذا ابر ليم نقسمها الى سوبرفيشال وديب فينز. الديب فينز ار ذا فينز ويتش اكومباني ذا مين ارتريز، اللي هن الديب فينز ار ذا فينز ويتش اكومباني ذا مين ارتريز. A deep venous arch in the hand, they form the vena comitantis, اللي هن we called it the ulnar nerves, the radial veins, and brachial veins. يعني الديب فينز يصاحب من الارتريات الراديال والاولنر ارتري، بس مصاحبتهن تكون مو ون فين يعني نسميه راديال فين، لا فينز، لان فيني كوميتنتس اكثر من فين الاولنر فين واكثر من راديال فين، كذلك البراكيال فينز. السوبرفيشال فينز لا، هذن الديب فينز وين يمشن؟ يمشن جوا الديب فيشيا. Superficial veins وين؟ بالsuperficial fascia، يعني جوا السكن مباشرة. هذني يختلفن. يبدأ هذا dorsal dorsal arch in the dorsum of the hand، تبدي ما يسمى بالdorsal dorsal network or dorsal arch. At the lateral side هاي الarch continue as the cephalic vein، تصعد at the lateral side of the forearm إلى أن توصل الكالفي pectoral fascia، الكلافي بيكتورال، كلافي بيكتورال فاشيا، بيرس ات اند انتر ذا سبكليفيان فين. بينما الباسيليك فين اون ذا ميديال سايد يجي من ايضا من هاي الارش اللي ات ذا دورزم اوف ذا هاند، تيجي على الميديال سايد الباسيليك ات ذا ميدل اوف ذا ارم، بيرس ذا ديب فاشيا اند fused with the axillary vein، وسوي لنا الاكسيلري فين بعدين يصعد as the subclavian vein. هذا الحكي حكيناه بصوره بس مختصره، بدل هالحكي هذا كله اختصرت لكم اياه بهالحكاتين. هذا سيفاليك، السيفاليك فين من ياخذ الكورس على اللاترال سايد، والباسيليك فين at the medial side of the forearm. At the cubital fossa يربطهن one vein نسميه الميديان كيوبيتال فين. هذا الميديان كيوبيتال فين دائما يستخدموه المضمدين على مود يشكلون الكانونه بهاي المنطقه، وحتى مرات يشكلوها at the cephalic او باسيليك فين اذا كان واضحات عند البيشنت وكان ثين يعني مو مور اوبيس. هاي الكورس اوف ذيس تو فينز مثل ما واضحه عندكم بهذين الصور كلش واضحه وحلوه. عندنا الكومن اكستنسر اوريجنز، الكومن العفو الاكستنسر كومبارتمنتس. الاكستنسر كومبارتمنتس يقسموها الى سوبرفيشال لاترال جروب والسوبرفيشال جروب والديب جروب. السوبرفيشال لاترال جروب هن تو ماسلز مثل ما تشوفون مكتوب تو ماسلز، البراكيو رادياليس والاكستنسر كاربي رادياليس لونجس. السوبرفيشال جروبس، السوبرفيشال جروبس هي الاكستنسر كاربي رادياليس بريفيس والاكستنسر ديجيتورم، اكستنسر ديجيتورم مينيمي والاكستنسر كاربي اولنارس والانكونياس. الديب جروب هي 5 3 تو ذا ثامب 1 تو ذا اندكس اند ذا سوبينيتر. ال 3 تو ذا ثامب اللي هي الابدكتر بوليسز لونجاس، الاكستنسر بوليسز بريفيس والاكستنسر بوليسز لونجاس، و 1 تو ذا اندكس نسميه الاكستنسر اندسز. هاي البوستيرير كومبارتمنت اللي هن قلنا 3 جروبس. بالنسبه للسوبرفيشال جروب، السوبرفيشال جروبس هي 7 muscles from lateral to the medial مثل ما قلنا. جاي تشوفون هنا بهاي الصوره البريكيو رادياليس تبدي من اللاترال، بعدين الفلكسر الاكستنسر كاربي رادياليس والاكستنسر كاربي رادياليس بريفيس والاكستنسر ديجيتورم والاكستنسر ديجيتي مينيمي والاكستنسر كاربي اولنارس اند انكونياس. All of the superficial extensors they arise من الكومن اكستنسر اوريجن، مثل ما الاكستنسر كومبارتمنت اكثرها السوبرفيشال بارتس مالتها ارايز فروم ذا فلكسر الكومن فلكسر اوريجن، هنا السوبرفيشال اكستنسرز ارايز فروم ذا كومن اكستنسر اوريجن فروم ذا فرونت اوف ذا لاترال ابيكوندايل اوف ذا هيومرس اكسبت تو. All of them they cross the wrist except one اللي هي البريكوريدياليس. All of them supply by deep branch of the radial nerve except the ABE. من هي الـ ABE؟ الـ A هي الـ Anconias والـ B هي الـ Brachioradialis والـ E هي الـ Extensor Carpi Radialis Longus. These three muscles, الـ Anconias والـ Brachioradialis والـ Extensor Carpi Radialis Longus, they are supplied by the radial nerve itself.
هذا مهم الحكي انه تعرف ذن المسلز سبلاي باي ذا المين برانش مال الراديال نيرف، بينما الاذر مسلز سبلاي فروم ذا البوستيرير انتروسياس اللي هو برانش ايضا الديب برانش اوف ذا راديال نيرف نسميه البوستيرير انتروسياس نيرف، اللي هو ايضا من الراديال نيرف بس الديب برانش مالته. البريكو رادياليس الاوريجين مالتها من اللاترال سوبرا كوندايل ريدج اوف ذا هيمرس مثل ما جاي تشوفوها بالصوره، والانسرشن مالتها والاكشن هاي كلها واضحه قدامكم، والاكستنسر كاربي رادياليس الاوريجين والانسرشن والاكشن كلها واضحه. الانسرشن اوف اذر مسلز اوف ذا سوبرفيشال كومبارتمنتس كلها واضحه عندكم بالصوره وبالحكي هنا، فما راح اتطرق لها. نجي للديب جروب اللي هن 5 muscles اللي هن الابدكتر pollicis longus والاكستنسر pollicis brevis والاكستنسر pollicis longus، هذين اللي 3 first 3 muscles هذين كلهن يروحن الى للثمب، والسوبينيتر اللي هي صايره ابوف سوبينيتر صايره ابوف، وهذين ال 3 muscles first 3 راحات للثمب، وحده من عندهن تروح العفو للثمب، نعم للثمب اللي هو اللارج فينجر، وعندنا الاذر ماسلز اللي هي الاكستنسر اندسز الاكستنسر اندسز تو ذا اندكس فينجر. All the back muscles of the forearm are supplied by the posterior interosseous nerve اللي هو مثل ما قلنا deep branch of the radial nerve. قلنا except the ABE muscles supplied by the main radial nerve. هذا هنا جدول ملخص عن الـ original insertion of the deep muscle of the deep compartments of the posterior compartment of the forearm. اكو مصطلح اخاف يمر عليكم دائما يسموه الدورزال اكستنسر اكسبانشن، اللي موجود على الدورزم of the finger هو عباره عن thick deep fascia اللي هن عباره عن مجمع مال التندنز مال سم ماسلز اوف سم ماسلز اوف ذا بوستيرير كومبارتمنت، يتكون من الفيوجن مال التندنز مال الاكستنسر ديجيتورم والاكستنسر ديجيتي مينيمي والاكستنسر اندسز والبالمر اندورزال انتروسياي اند لمبركل ماسلز. الراديال نيرف الكورس مالته بالبوستيرير كومبارتمنت. الراديال نيرف من يعبر منطقة الراديال جروب بالفور آرم يروح لللاترال سايد اوف ذا فور آرم، يطب ما بين البريكياليس اون ذا ميديال سايد والبريكيو رادياليس زين عيني اند اكستنسر كاربي رادياليس لونجاس اون ذا لاترال سايد. قريب الليفل مال اللاترال ابيكوندايل هذا الليفل اوف ذا لاترال ابيكوندايل راح ينقسم الى سوبرفيشال وديب برانشز الى superficial and deep branches. The deep branch اللي يروح posterior to the interosseous membrane supplying muscles مثل ما قلنا، بينما superficial part لا descend distally to the forearm ويوصل قريب ال wrist joint turning around the tendon of the brachioradialis وبعدين يروح supply the dorsum the cutaneous innervation of the dorsum of the hand. خلوا بالكم دائما انه deep branch of the radial nerve هو motor innervation والsuperficial branch هو شنو sensory innervation mainly to the dorsum of the hand. فالبرانشز عموما انه البرانشز اوف ذا راديال نيرف هي ماسكولار برانشز، قلنا ميل الماسكولار تجي من الديب برانش، والارتيكولار برانشز تو ذا البو جوينت، والديب برانش اوف ذا راديال نيرف. هسه نجي للكورس اوف ذا ديب برانش اوف ذا راديال نيرف شلون ياخذ الكورس مالته بالبوستيرير كومبارتمنت اوف ذا فور ارم. مثل ما قلنا it arises in front of the lateral epicondyle of the humerus in the cubital fossa pierces the supinator. هاي هم خلوها ببالكم انه pierces the supinator مثل ما تشوفون هنا بالصوره الراديال نيرف pierces the supinator muscle. هاي البيرسينج ايضا راح تسوي كومبريشن للراديال نيرف للديب برانش اوف ذا راديال نيرف، وايضا تسوي لنا مشاكل ببعض الانسلتس مال النيرف انجري اوف ذا upper limb. Pierces the supinator winds around the lateral aspect of the neck of the radius in the substance of the muscle to reach the posterior compartment of the nerve descends in the interval between the superficial and deep group of the muscles. It eventually reach the posterior surface of the joint. آخر شيء يوصل the posterior wrist of the joint and supply the wrist joint. A superficial branch مثل ما قلنا it descends
it descends distally, it descends distally, العفو. It is a direct continuation of the nerve after its main stem has given off its deep branch. It runs down under cover of the brachioradialis. تغطي البراكيوراديالس مصل هاي proximally. On the lateral side of it موجود منه radial artery. In the distal part of the forearm, it leaves the artery and passes backward under the tendon of the brachioradialis. مثل ما جاي يشوفون بهاي الصورة. جوا التندن مال البريكيو رادياليس هاي الصورة الجوة يعبر السوبرفيشال بارت يروح للدورزم اوف ذا ارم سبلاي كوتينيوس انرفيشن هذا هو بالنسبة للارتريز اوف ذا بوستيرير كومبارتمنت اوف ذا ارم هي مينلي فروم ذا هذا ملخص على ملخص على الارتريال سبلاي مال البوستيرير كومبارتمنت اوف ذا ارم يجي منين من posterior interosseous artery. The posterior interosseous artery هو المين المين برانش هو اللارج برانش مال الانتروسيوس ارتري. مين يجي الانتروسيوس ارتري؟ يجي من الكومن انتروسيوس ارتري يجي من الاولنر ارتري بالكيوبيتال فوسا. بعدين ينزل داونورد شويه ليتل ينقسم الى انتيرير انتروسيوس وبوستيرير انتروسيوس. فهذا البوستيرير انتروسيوس والانتيرير ينقسمن تقريبا at the level of the upper border of the interosseous membrane. البوستيرير انتروسيوس يروح للبوستيرير كومبارتمنت والانتيرير للانتيرير كومبارتمنت. زين عيني؟ الكومن انتروسيوس برانش اوف ذا اولنر ارتري هنا هذا يعطينا ريكرنت برانش يروح يسوي لنا انستموسز اراوند ذا البو جوينت. البوستيرير انتروسيوس ارتري وين ينتهي؟ جوينينج تو ذا دورزال كاربال ارش اوف ذا ريست يسوي لنا الدورزال كاربال ارش اوف ذا ريست. زين بينما الانتيرير انتروسيوس مثل ما قلنا هو يطلع من الكومن انتروسيوس هو كومن انتروسيوس برانش اوف ذا اولنر ارتري يروح للانتيرير للديب كومبارتمنت سبلاي ذا ديب كومبارتمنت اوف ذا فليكسر كومبارتمنت اوف ذا فور ارم.